بعد أن أسدل الستار وعرف الفريقان الواصلان للمباراة النهائية، تعاون الجامعة ومجد القنفذة من سيكون بطلا للبطولة بالرؤية الفنية التي تمتلكها أستاذ محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن اللي وصلوا فريقان اللي وصلوا يستاهل وصولهم للنهائي، وطبعا حتكون مباراة قمة في الروعة. طبعا فريق المجد القنفذة ما كان أحد متوقع أنه حيوصل المباراة النهائية، ولكن بجدهم واجتهادهم واللاعبين اللي معاهم وصلوا المباراة النهائية، وكذلك التعاون، خاصة أنه التعاون عندهم نقص في أحمد فرح ما هو موجود قادر لدولة قطر. أيوة، فلكن طبعا فريق التعاون فريق كبير ويستاهل، وفريق المجد برضو فريق كبير ويستاهل وصولهم لنهائي دورة المفاجآت. توقع كابتن محمد جبريل تعاون والمجد طرفان في المباراة النهائية، المجد لم يعرف لدى فرق مدينة جدة، صحيح سهل له الوصول للمباراة النهائية، صحيح، لكن يمتلك النجوم في كل مباراة يضيف نجم، وبالتالي الفرق الغير معروفة هي المتعبة. فريق القلعة من مكة كدليل يعني وصل لدوري 8، ما كان متوقع انه حيوصل للمرحلة هذه، واعتقد انه فريق التعاون جدير بانه يوصل للمباراة النهائية، وفريق المجد برضه، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، من احسن الفريقين اللي وصلوا للنهائي حقيقة. كمستوى فني للبطولة ارتفع جدا في هذا العام؟ من خروج المغلوب ارتفع طبعا، من بعد خروج المغلوب ارتفع، ولو انه خسرنا احنا فريق ميلان وفريق شمسان فريق الحرمين اللي هما بغزي، خسرنا بعض الفرق لها اسماء كبيره، ولكن هذا عالم كره القدم. لا بلا شك، لا تعرف الكبير ولا تعرف الصغير، تعطي من يعطيها كره القدم. المباراه النهائيه، سؤال دبلوماسي، من هو البطل؟ دوره المفاجات هو البطل وقناة بازيدان. بس استاذي محمد، بطلا لكأس البطولة، والله يشوف مباراة النهائية احنا ما كنا واحد متوقع انه اليوم يعني توصل مباراة البلدات والعربي غادر، ولكن هذا عالم كرة القدم. فريق التعاون فريق كبير يمتلك النجوم في كل المراكز، في كل المراكز، ويستاهل وصول للنهائي. مباراة نهائي خروج المغلوب او بمباراة نهائية لها وضع خاص. نبغاها كاش، مين البطل؟ التعاون. يعطيك العافية. الله يعافيك.